ان الخبر الذي اذيع حول فتح مكتب للمحكمة العربية لحقوق الإنسان يعتبر بمثابة تشييع هذه المحكمة، لأن المحكمة التي تعقد في بلد قد ثبت بالدليل وبالتقارير الدولية أنها من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، وأن نظامها يمارس التعذيب المنهجي بشكل دائم. مثل هذا البلد لا يستحق أن يكون أو يرتبط اسمه بحقوق إنسان. يجب أن تحفظ كرامة هذه المقولة، مقولة الحقوق والمنظومة أيضا، وبالتالي فمن يريد أن يشوه هذه المنظومة بربطها بأنظمة الاستبداد والقمع والتعذيب فإنه لا يفعل خيرا للمنظومة ولا ينتسب للقيم الإنسانية التي تحترم حقوق الإنسان. إن البحرين اليوم بلد محاصر بالانتهاكات من كل زاوية، طوامير تعذيبه مكتظة بالسجناء، شبابه يعذبون يوميا، رجاله نساؤه علماؤه كلهم يعتقلون ويعذبون ويتنتهك حقوقهم، لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بالعيش الكريم وبالحياة الحرة وفي ضوء نظام الدستور ونظام القانون المغيب. ولذلك فإن الخبر بفتح مكتب لهذه المنظمة كان بمثابة تشييع لها قبل أن تجد الحياة، فلا مجال لإحياء محكمة إذا كانت تعقد في بلد يمارس حكامه الظلم بأبشع الأساليب وبأسوأ الأشكال، وبالتالي فعلى هذه المحكمة السلام قبل أن تولد. لقد ولدت ميتة شأنها شأن بقية المؤسسات الأخرى الخاضعة للاستبداد والديكتاتورية. Terror!